السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي متابعي قناه تكنولوجيا وفائده في هذا الفيديو سوف اشرح لكم طريقه تغيير دقه عرض الفيديو في نتفليكس قبل ان نبدا عزيزي المشاهد اذا اعجبك الفيديو اشترك بالقناه اضغط على زر الجرس فعل كل الاشعارات ليصلك كل جديد نبدا الان على بركه الله في البدايه نقوم بالذهاب الى اي متصفح سواء جوجل كروم او سفاري على جهاز الايفون ثم نقوم بالذهاب الى موقع نتفليكس نقوم بتسجيل الدخول إلى حسابنا ثم نضغط على القائمة أسفل الملف الشخصي نضغط على كلمة الحساب فتظهر لي إعدادات الحساب نمرر نحو الأسفل إلى أن نصل إلى الملفات الشخصية ثم نختار الملف الشخصي الذي نريد تغيير إعدادات دقة الفيديو فيه مثلاً الملف الشخصي لا تنسى الاشتراك بالقناة أضغط على السهم المقابل له تظهر لي إعدادات هذا الملف الشخصي اخر اعداد او اخر خيار هو اعدادات العرض نضغط على تغيير الان نمر نحو الاسفل تظهر لي عدة خيارات لدقة الفيديو او جودة الفيديو طبعا هذه الميزة مفيدة للاشخاص الذين يستخدمون بيانات محدودة فبامكانهم اختيار دقة منخفضة لعدم استهلاك البيانات بسرعة او بامكانك اختيار الدقة المتوسطة او العالية حسب الدقة التي تريد او بامكانك تركه على تلقائي اذا كان الانترنت عندك غير محدود ثم نضغط على كلمة حفظ قبل ان نضغط على كلمة حفظ آه سوف اشرح هذين الخيارين ايضا بامكانك اختيار العرض التلقائي للحلقة التالية او العرض التلقائي للمقاطع اثناء الاستعراض اذا كنت تريد العرض تضغط على اشارة الصح هنا الغاء تترك اشارة الصح هنا موافقة ثم تقوم بضغط على حفظ مثلا سوف اختار عالي اضغط حفظ هكذا نكون قد قمنا بتغيير دقه عرض الفيديو اتمنى ان يكون هذا الفيديو مفيد لكم وان ينال اعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو اذا اعجبكم وترك تعليقات اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته